هذا وتناولت الجلسة الأولى من المؤتمر محورا هاما جاء بعنوان الزبارة عاصمة الخليفة في شبه جزيرة قطر وجزيرة البحرين، والتي شارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين الذين قدموا أوراق عملهم مرفقة بالأدلة والوثائق التاريخية. منذ عام 1762 والتاريخ الجغرافي والسياسي للمنطقة يشهد بكل مدلولاته على أن العاصمة التاريخية لحكام آل خليفة الكرام هي الزبارة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة قطر، والتي شهدت على تحولات تاريخية قادها حكام آل خليفة، حيث نهضوا بكافة أعمال السيادة وقدموا أنموذجا في الأمن والإدارة وحماية التجارة والملاحة، وهو ما جعل من الزبارة حاضرة سياسية هامة، وذلك وفق ما أكده المختصون متحدثو الجلسة الأولى من المؤتمر. في الواقع تاريخ نشأة الزبارة وتأسيس الدولة من عام 1762 إلى يومنا هذا في الحقيقة من خلال المصادر التاريخية الموثقة، مصادر أصيلة وتقارير إنجليزية في معظمها في الحقيقة تؤكد كل ما أتى في هذا المؤتمر. يعني مؤتمرنا اليوم اعتمد على المصادر الأصيلة، ثم أن الحقيقة هي أن تأسيس الدولة، نشأة دولة الزبارة قائم على أساسيات، هذه الأساسيات في الحقيقة هي السيادة على كل جزء من أجزاء شبه جزيرة قطر في وقتها، وكذلك على الزبارة. الواقع أنه جرت عبر السنين اجتهادات كثيرة يقف وراها نخبة من الباحثين. أهمية هذا المؤتمر أرى أنه الغالبية العظمى من الباحثين هم من مملكة البحرين، وهم الذي جرى الاستثمار التعليمي الرفيع من قبل الدولة فيهم، وطيلة سنوات عملهم يعني أكيد توصلوا إلى مستجدات كثيرة جديرة بأن يتم الكشف عنها وإعلانها وإنارة الرأي العام إن كان في البحرين أو في منطقة الخليج العربي بمثل هذه المستجدات والتطورات. الجغرافيا السياسية لمنطقة الخليج العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهدت على تحالف سياسي هو الأقوى والأهم في تلك المرحلة بين شيوخ بني ياس في أبو ظبي وآل خليفة الكرام في البحرين، بهدف الوقوف في وجه ممارسات آل ثاني والتي قامت على تحريض القبائل للخروج على حكم آل خليفة. هذا التحالف الوثيق بين أبو ظبي والبحرين فسر عمق العلاقات التاريخية والحاضرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. لأن من يستقرأ التاريخ يقيه الله شر المستقبل، لأن ما حدث في الواقع التاريخي في العلاقات في حكم شبه جزيرة قطر تبعية الخليفة في البحرين، ثم الإشكالات اللي قام بها من تمردات واستقلالي والتفرد بالسلطة لآل ثاني في هذه في شبه الجزيرة، وهي قضايا قد تعيد نفسها في فترة أخرى، لكن هو الحدث التاريخي انتهى، ما يعيد نفس إيش الفكرة نفسها قد تكون متواردة تنتقل من جيل إلى جيل. هذا المؤتمر يحمل في طياته وثائق نادرة يغفل عنها كثير من الجيل الحاضر. وثائق هذه تدل على الحياة اللي كانت سابقا قبل 100-150 سنة، كيف كان الوضع في المنطقة، مين كان حكام المنطقة، مين شيوخ المنطقة، وهذا التاريخ يجب أن لا نغفل عنه. الشيخ زايد رحمة الله عليه يقول من لا ماضي له لا حاضر له، فهذا ماضينا في الخليج العربي يجب أن نعرف الأسس اللي قامت عليها هذه المنطقة. مؤتمر حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر، التاريخ والسيادة، خطوة هامة تضاف إلى السجل الأكاديمي والثقافي لمملكة البحرين، حيث أسهم في نقل المعلومة التاريخية الموثوقة لتكون شاهدة أمام أجيال المستقبل، مؤكدة على أن التاريخ هو العمق الذي لا يشترى ولا يمحى، بل يقاس به الماضي على الحاضر والبعيد على القريب.
الحقائق التاريخية لا تسطرها إلا الأحداث والوثائق التي تشهد على مرحلة مهمة في هذه المنطقة، وهو ما أكد على السيادة التاريخية لحكم آل خليفة الكرام على شبه جزيرة قطر منذ تأسيسهم الزبارة عام 1762، وهو ما أكد عليه المشاركون في هذا المؤتمر الهام خلال أوراق عملهم في هذه المشاركة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.